منذ احتلالها مدينة القدس عام 67، وإسرائيل توالي جهودا محمومة لتهويد ما أمكنها في القدس من شواهد دالة على عروبتها وإسلاميتها في سبيل تعزيز روايتها الزائفة والقائمة أصلا على جملة من التحوير والتدليس. وخلال السنوات الفائتة تعالت وتيرة التعديات على القدس حتى أنها تجاوزت كافة المحرمات ومست حرمة المكان ووصلت حدود تدنيس باحات المسجد والمطالبة بتقسيمه زمنيا ومكانيا، وباشر الاحتلال إجراءات عملية لتحقيق هذه الغاية الخبيثة، وخاصة في ظل الائتلاف اليميني المتطرف والذي يضم من بين مكوناته من يعتنقون الفكر الأكثر تطرفا وخطرا على المدينة المقدسة. وتشهد المدينة وأقصاها الشريف انتهاكات واستباحات يومية لقطعان المستوطنين يتقدمهم غلاة المتطرفين من يشغلون مناصب متقدمة في حكومة الاحتلال، وهذا يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين والاتفاقات الموقعة برعاية دولية بين أصحاب هذا الإرث والاحتلال، حتى أن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة وصلت حد المس بالوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات من خلال ممارسات دونية، وهذا من شأنه المس أيضا بأبجديات العلاقات والاتفاقات التي تضبط إيقاع العلاقات بين الدول. في القدس لا تتوقف أبدا الانتهاكات الإسرائيلية وتجري عمليات الحفر أسفل المسجد وحوله، فيما تتواصل كافة أعمال الطمس والتهويد والأسرلة لغرض إنهاء ملف القدس وحسمه لصالح دولة الاحتلال.